بصراحة ده ينقلني إلى نقطة أخرى، وأنا حسيت في عتب عند الدكتور يونس وسماها كده، يعني أنه في حملة تشويه أو اصطياد وتصيد لحزب النور تحديدا من الإعلام ومن بعض القوى السياسية في أنه أهم السلفيين، اللي هو مش أهي الجبهة السلفية، لا أهم السلفيين، يعني بتكلم، فهو اتكلم على قضية التشويه المتعمد من رفقاء ما بعد 30 يونيو أو 3 يوليو تحديدا. كان حزب النور موجود فعلا خارطة الطريق بجوار شيخ الأزهر وبابا توادروس والجميع الاصطفاف الوطني كاملا، وهم دول كانوا رفقائكم. ففي مراره كده، يعني في الحوار السابق مع الدكتور يونس مخيون حسيتها انه عنده مراره كده من هذه الاحزاب التي وقفوا جميعا صفا واحدا. هل تشعر ان هناك تشويه متعمد من قبل قوى سياسيه بغرض حمله، بغرض انتخابات قادمه لحزب النور؟ طيب حول حضرتك هذه الدعوه، هو في قوى سياسيه وفي اعلام، وانا ما بحبش اقع في فخ التعميم، لان زي ما انا بتظلم من هذا التعميم مش عايز غيري يتظلم بيه. بالنسبه للاحزاب السياسيه، هو حزب النور بس، يعني عشان برضو افكر الساده المشاهدين، هو الحزب الوحيد اللي كان موجود يوم 3/7 تاني. هو الحزب الوحيد اللي كان موجود يوم 3/7. نعم. مفيش اي حزب اخر كان موجود يوم 3/7. نعم. سيد دكتور البرادعي، خريطه الطريق الدكتور البرادعي كان، وهو طبعا الساده في حزب الدستور ممكن يردوا على حاجه زي كده، الدكتور البرادعي لم يكن يمثل الا نفسه. نعم. وربما لم يكن يمثل إلا جبهة الإنقاذ، إنما ما فيش أي حزب مع كامل احترامي لكل الأحزاب كان موجود في 3/7. صحيح. وأخذنا على عاتقنا وعد قدام الناس كلها إن إحنا نمشي في هذه الخارطة إلى النهاية، ولا وما زلنا على هذا العهد وهذا الوعد، لأن ده مسؤوليتنا اللي بيننا وبين الناس. نعم. الأمر الثاني والمهم جدا، إن يبقى في منافسة سياسية ده شيء إحنا متوقعينه. إن يبقى في ناس بتأيدني وفي ناس بتعارضني، ده لازم، دي تعددية سياسية. ان مش كل الناس هتبقى مع حزب النور ولا كل الناس هتبقى بتحب حزب النور، ده شيء برضو طبيعي. انما اللي احنا كنا نأمله ان يبقى فيه منافسة شريفة، منافسة تخلي المواطن نفسه يحس ان الاحزاب كلها، ما انا في الاخر يا فندم بنتمي لاحزاب، يعني انا محطوط برضو في بوتقة حزب سياسي. فكنا نتمنى ان يبقى فيه منافسة تخلي رجل الشارع يثق ان الاحزاب دي لما توصل جوه البرلمان مش هيبقى همها المكايدة السياسية على قد ما هيبقى همها مصلحة الوطن. في أحزاب بتترفع عن هذه الحملة، وفي أحزاب للأسف الشديد معاها وسائل إعلام ومعاها جرائد ورجال أعمال يقفون وراءها، ومنافسته مع حزب النور غير شريفة. هو أنا عايز بس يعني أقول لزملائي دول، هو أنت الناس في الشارع هتقبلك وتقبل برنامجك لمجرد أن أنت ضد حزب النور؟ يعني هفرغ كل ما في جعبتك من حديث عن حزب النور، ثم هتبقى انت تقدر يبقى ليك بصمه ايجابيه في هذا الوطن، نعم ام لا؟ تقدر تاخد هذه التجربه، نعم ام لا؟ الاقصاء لا يتم الا عن طريق الناس نفسها.